الملك بحث عن غلام فوجد غلاما نبيها عاقلا ذكيا فجاء به وطلب من الغلام أن يتعلم السحر من هذا الساحر. والسحر علم، نعم علم، لكنه كفر بالله جل وعلا، ما يتعلمه الإنسان إلا ويكفر بالله لازم، لأن الشياطين ما تستجيب للساحر إلا بعد أن يتقرب إليها، يعبدها من دون الله، يكفر بالله. بعض السحرة والعياذ بالله الآن يهينون القرآن، يتبولون على القرآن أجل الله المصحف، يسبون الأنبياء، يفعلون أفعال كفر قبيحة، بعدها يصبحون سحرة. فذهب الغلام إلى الساحر يتعلم السحر ليكون خليفة لهذا الساحر، وإلا ملك الملك يضيع، كذب على الناس أنا ربكم يروح خلاص، إذا مات الساحر ماكو شيء، الناس تعرف كذبة. فبدأ الغلام يتعلم، وفي طريقه كل يوم يطلع من أهله يروح حق الساحر يتعلم، في الطريق كان يرى رجلا غريب المنظر، غريب الكلام، رجل كان يرى رجلا في صومعته في بيته، ما يخرج مع الناس، ما يختلط بالناس، عنده كلام غريب وعنده حركات غريبة. فدخل الغلام الذكي الفطن واستأذن من هذا الرجل فجلس. قال من أنت؟ قال أنا راهب. وماذا يعني راهب؟ أخبره بالخبر، أنا راهب أتعبد الله. قال يعني الملك؟ تتعبد الملك؟ قال لا، أتعبد رب الملك وربي وربك. قال من تقصد؟ أخذ الغلام الذكي النبيح يستمع إلى كلام الراهب فأعجبه، استأنس، هذا كلام جميل. ولأن الغلام كان ذكيا أذكى من رجال ذلك الزمن، بدأ يرتاح لكلام الراهب، يجلس شوي معه، بعدين يروح حق الساحر، ويبدأ الساحر يسأله لما تأخرت؟ تأخرت. فيبدأ الساحر يضربه قاسي، لأنه ما في رحمة، ما في دين، ما في إيمان، رجل خبيث مع الشياطين، فيضرب الغلام ضربا. فإذا رجع الغلام من الساحر مجبور يروح حق الساحر، يرجع إلى الراهب فيجلس عنده فيهدأ قليلا ويرتاح من كلامه. أراد الله لهذا الغلام أمرا، أرادوا أن يضلوه، لكن من يهدي الله فلا مضل له. فإذا بالغلام يرجع إلى الراهب فيشتكي عند الراهب، ضربني الساحر، ويشتكي أن أهله في العودة أيضا يضربونه، أهلي يضربوني إذا تأخرت عندك، والساحر يضربني إذا تأخرت عندك، لأن في الطريق في الروح وفي الرجعة يجلس مع الراهب، والراهب يعلمه الدين. فقال له الراهب إذا سألك الساحر قل حبسني أهلي، أهلي أخروني، وإذا سألك أهلك قل حبسني الساحر، تطلع من هذين وتطلع من هذا، لعله نوع من الكذب، لكن الله عز وجل لعله أباح لهم هذا الأمر في شريعتهم حتى ينجو هذا الغلام ما يتحمل. وكان كل يوم في طريقه يجلس عند الراهب شوي في الذهاب وفي العودة، يسمع من الساحر ويسمع من الراهب، فشتان بين الاثنين، نقيضان يتعلم منهما الغلام. في يوم من الأيام الغلام في طريقه إلى بيته رأى حيوانا عظيما، دابة كبيرة جاءت إلى القرية فأفزعت الناس وجلست في وسط الطريق، فخاف الناس منها، الناس كلها خايفة، الناس كلها تراجعت، ما حد تجرأ أن يقترب من هذه الدابة، ربما ثعبان عظيم، ربما سبع، ربما شيء، دابة عظيمة، كل الناس خايفة تقترب منها، وقطعت على الناس طريقهم. نظر الغلام الصغير إلى هذه الدابة فقال اللهم إن كان الآن أتأكد الراهب صح أو الساحر، الآن راح يبين من اللي صح، من اللي كلامه حقيقة. قال الراهب يقول لي في الله، والله يستجيب لك إذا دعيته. فقال الغلام اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر ففرج على الناس هذه الدابة، أبعدها عنهم، أهلكها، اكفي الناس شرها،
ترى هذا الأمر يعني ما قاله الغلام إلا أن الله عز وجل قذف في قلبه هذا، ولأنه وصل إلى مرتبة من الإيمان ومن العلم، صح كان مترددا لكن ما لجأ إلى الله إلا لأنه وصل إلى مرتبة من اليقين. أخذ الصخر حجر والناس قاعدة طالعة، الناس بتخوف الدابة مو قادرة، فاقترب الغلام منها فنظر الناس: أيها المجنون ابتعد، ماذا تفعل؟ ستهلكك الدابة، ستقتلك. واقترب الغلام منها ولم يخف، ثم أخذ الحجر فرمى هذه الدابة فأزاحها هذا الحجر وماتت مباشرة. فإذا بالناس يتعجبون: كيف فعل هذا الغلام هذا الأمر؟ الغلام ما هم كلام الناس، لكنه علم أمرا، أن أمر الراهب أحق من أمر الساحر. الله أكبر، الآن تأكد الغلام أن الراهب على حق وأن الساحر على باطل، ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال: ما جئت به أيها الساحر باطل، يقولها في نفسه، وما جاء به الراهب هو الحق. إذا تأكد الغلام من شدة فرحه، ذهب إلى الراهب، دخل إليه وقص عليه القصة وأخبره بالخبر. الآن الراهب تعجب، قال: متأكد من الذي حصل؟ قال: نعم، حصل كذا وكذا. تدرون شنو قال الراهب؟ المعلم ايش قال حق التلميذ؟ الأستاذ الشيخ ايش قال حق تلميذه؟ قال: أيها الغلام، إنك اليوم خير مني. وين الأستاذ اللي يقول حق تلميذه كذي؟ في شيخ يقول حق طالب اللي عنده تلميذ: أنت ترى أحسن مني؟ قليل، صح ولا لا؟ هذا ما يصل إليه إلا إنسان في قلبه نوع من التواضع، نوع من الإيمان، أخلاق جعلته يتواضع فيقول لتلميذه: يا غلام، إنك اليوم خير مني وسوف تبتلى. كل واحد يأتي بهذا الدين يبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي، يعني خلني أنا، ترى أنا كبير بالسن، أنا أعلم اللي أقدر عليه وأسوي اللي أقدر عليه. لكن يا بني، يا غلام، ستبتلى. تخيل غلام صغير ويقول للرجل: إنك ستبتلى. صعب، أليس كذلك؟ الأرقم قالها للنبي، ورقة بن نوفل قالها للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا ليتني جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أم خرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. الآن الراهب يقول للغلام: ستبتلى. وأنا أقول لكل إنسان يلتزم ويهتدي بالشرع ويبلغ دين الله: ستبتلى، لكن يبتلى المرء على قدر دينه، يختلف البلاء. قال: فإذا ابتليت يا بني فلا تدل علي. فوافق الغلام على هذا إذا أعانه الله عز وجل. أراد أن يكتم أمر الراهب، خرج الغلام وأجرى الله عز وجل على يد هذا الغلام كرامات، كرامات قد لا تحصل على غير يد غيره من البشر في ذلك الزمان. ما هي هذه الكرامات؟ وكيف ابتلي هذا الغلام؟ وما الذي حصل في ابتلائه؟ هذا ما سوف نعرفه، لكن كونوا معنا بعد الفاصل. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر. توقع الغلام أن يبتليه الله عز وجل، وتعلم الدين من هذا الراهب، وكان مجبورا على الذهاب للساحر، لكن كان يعلم أن فعله باطل. أجرى الله عز وجل على يد هذا الغلام كرامات، فكان يبرئ الأكمه والأبرص. الأعمى اللي مولود وهو أعمى يمسح على وجهه ويدعو الله عز وجل فيشفيه الله تعالى، والأبرص يمسح على جلده فيشفيه الله عز وجل، والمريض يدعو له فيشفيه الله عز وجل. سمع بهذا الأمر رجل يجالس الملك، جليس للملك، نديم للملك، صاحب للملك، وكان أعمى البصر. سمع أن هناك غلام يرجع البصر لصاحبه، فناداه، نادوا هذا الغلام
فنادوا هذا الغلام فجاء إليه وكان أعمى، قال يا بني سمعت أنك تشفي وترجع البصر لصاحبه، فإن فعلت وأرجعت إلي بصري ليس هناك أحد بأجمع لك من الأموال مني، يعني ما في أغنى مني، أعطيك ما تشاء من أموال وما تشاء من ذهب وفضة. ما درى هذا المسكين أن الغلام لا يريد أموالا ولا يريد ذهبا ولا يريد فضة، غلام لكن الآن همه أن يؤمن الناس بالله رب العالمين. ترى شيء غريب صح ولا لا؟ لولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذه القصة في الصحاح لنا لتعجبنا. قال لك ما تشاء من أموال لكن أرجع علي بصري. فقال الغلام أنا لا أشفي ولا أرجع بصرا لأحد. قال ماذا تقول؟ قال نعم أنا لا أشفي ولا أرجع بصرا لأحد من الناس. قال الناس يقولون. قال الأمر غير صحيح. قال إذن ما هو الصحيح؟ قال الصحيح أن الله عز وجل هو الشافي، أنا أدعوه فيشفيك، فإن شئت آمن به وأدعوه فيشفيك. قال ومن هو الله؟ فعرف الغلام ذلك الرجل من هو الله. الغلام صار أشجع من الراهب، الراهب متخفي لكن الغلام فيه قوة إيمان ويقين وحماس لهذا الدين، بدأ يبلغ دين الله عز وجل وما همه، ما همه أن هذا جليس الملك ولا مو جليس الملك. فقال له آمنت؟ قال فإذا آمنت به يرجع إلي بصري. قال أدعوه ويرجع إليك بصرك. فآمن جليس الملك بالله تعالى وكفر بالملك، فإذا بالغلام يدعو الله عز وجل ويمسح على وجهه فيبصر مرة أخرى. جليس الملك أبصر فازداد إيمانه بالله جل وعلا وازداد يقينه بأن دعوة هذا الغلام هي الدعوة الحق لا دعوة غيرها ولا كلام الباطل الذي يقوله الملك. فرح الملك، فرح الجليس بهذه النعمة، نعمة البصر، أن يعطي الله الإنسان البصر بعد أن كان أعمى نعمة عظيمة. وكان على عهده وعلى وعده فإذا به يؤمن بالله. مرت الأيام والملك زار هذا الجليس، فلما جلس عنده قال له يا فلان أتبصر؟ تشوف؟ قال نعم. ألم تكن أعمى؟ كنت. من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال يعني أنا؟ قال لا، ربي وربك الله رب العالمين. قال ماذا تقول؟ قال نعم ربي وربك الله رب العالمين. فمسك الجليس وأدخله القصر وأمر الجنود أن يضربوه. صاحبك، هذا صاحبك الذي تجالسه، هذا خليلك، هذا صديق عمرك، لكن الكافر ليس له صاحب، خبيث. حتى صاحبه أدخله القصر وأمر الجنود أن يعذبوه ليرجع عن دينه، فلم يرجع. فعذب ليخبر عمن علمه هذا، فإذا به يبوح بالسر وذكر الغلام واسمه. الغلام اللي ذهبنا به عشان يتعلم السحر ويثبت ديننا وملكنا، هذا الغلام يفعل فينا هذا؟ ائتونا بالغلام. فجيء بالغلام فسأله الملك يا غلام ألك رب غيري؟ قال الغلام نعم أيها الملك، ربي وربك الله رب العالمين، الله رب العالمين. فإذا بالملك يأمر بالغلام ليجلد وليضرب، نعم لكنه الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
صبر الغلام على العذاب وما تراجع عن دينه قيد أم له، لكنه لما عذب أخبر عن الراهب. تعذيب، تعذيب أحيانا الإنسان ينسى نفسه خلاص، فجيء بالراهب اللي هو الأصل اللي هو علم الغلام. جليس الملك، الغلام، الراهب، الثلاثة الآن مؤمنين. فلا زال الملك يعذب الراهب عذابا ولم يتراجع عن دينه أبدا، حتى أمر الملك أن يشق الراهب نصفين، وفعلا جيء بالمنشار على رأس هذا الراهب، وإذا به يقتل وينشر نصفين أمام من؟ أمام الجليس صاحبه اللي للتو أبصر، وأمام من؟ الغلام الصبي الصغير معلمه شيخه أستاذه ينشر بالمنشار أمامه. يا الله، لما كل هذا؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. كم من إنسان على وجه هذه الأرض قتل في سبيل الله؟ كثيرون. أنبياء ذبحوا، زكريا عليه السلام نشر بالمنشار، نبي الله، وهو في الشجرة، فتح الشجرة ودخل فيها ونشروه مع الشجرة نصفين حتى ما رفع صوته بالألم. يحيى ابنه أيضا نبي، قطع رأسه وهو ساجد يصلي، قطعوا رأسه وهو ساجد لله عز وجل. أنبياء كثر قتلوا، صالحون قتلوا، شهداء كثر على وجه الأرض، جماجم وجثث ودماء سالت لأجل من؟ لأجل الله عز وجل. نعم، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله مع الصابرين. لم يستكن أحد منهم في سبيل الله عز وجل. نعم، صبروا، تحملوا. هل الأمر سهل لما الواحد يضع المنشار على رأسه الراهب وهو كبير بالسن، والمنشار على رأسه مو مثل منشارنا اليوم يا جماعة، منشار الأقدمين، يعني تخيل شو صاير، ويبدأ يقطعون رأسه، يعني مو إيده، لا رأسه، الأمر صعب، وينشر نصفين، والأصعب الغلام اللي قاعد يشوفه، والأصعب الجليس الملك اللي توه أبصر، وأنا صاحب الملك وكذي يفعل فيني؟ ليش؟ إيش فعلنا؟ حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فتنة، اختبار، الله عز وجل يريد أن يعرف الصادق من الكاذب. نشر الراهب، رجع الملك الآن إلى جليسه، سأله: أيها الجليس، ترجع عن دينك أو لا ترجع؟ للتو تهنى الآن، يعني تو الآن متهني بعينه، تو بدأ يشوف الدنيا وملذتها ونعيمها، وبعدين عنده فلوس وعنده خيرات، عند الدنيا كلها مفتوحة أمامه، هل يخسر هذا كله علشان شنو؟ عشان دين جديد؟ نعم، لأن هذا الدين يوافق الفطرة. ضرب، عذب، ما تراجع، جيء بالمنشار على رأس جليس الملك، صاحبك تفعل فيه هذا؟ نعم، نعم، الدين يفصل بين الناس، فإذا به بالمنشار يفلق رأسه أمام من؟ أمام الغلام. الدم يسيل الحين، ترى الأمر يخرع، أمر يخوف. أنت لو تشوف الآن نعجة أمامك تذبح، أحيانا الواحد فينا يكش، لو إنسان تقطع، يقطع رأسه قطع عادي، الرجال ما يتحملون.
كيف بالمنشار وكيف لغلام صغير مسكين ويدري إن مصيره مثل مصيرهم بعد شوي. لما قتل الملك الآن الراهب وقتل الجليس بس بقى هذا الغلام ويتخلص ينتهي كل شيء. قال لغلام اللي انتشر صيته الآن بالمدينة بس ما يبي يقتله، يبي يتراجع لأن هذا الآن مو أي واحد، هذا خليفة الساحر، هذا إذا ضاع ضاع ملك الملك، وهذا الناس كلها سمعت فيه، إذا قتلت الآن يصير شهيد عند الناس، إيش أسوي الحين؟ قال أترجع؟ قال ما أرجع. قال أقتلك؟ قال أقتلني. هل صبر هذا الغلام؟ هل تحمل التعذيب؟ هل قتله الملك أو لم يقتله؟ ماذا حصل للغلام من أحداث مع هذا الملك ومع قريته؟ وما الذي جعل الغلام يصبر هذا الصبر؟ أحداث غريبة، كرامات حصلت لهذا الغلام، أشياء حصلت لمن بعد هذا الغلام، أمور غريبة حصلت لهذه القرية، آيات نزلت في القرآن تحكي قصة هذه القرية. كل هذا سوف نعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. لنا وإياكم موعد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.